طيب، last lectures we were talking about cephalosporins. We discussed the SAR and the oral activity for cephalosporins. Can somebody summarize what we explained in the last lectures about cephalosporins? مين يحكي لي بشكل مختصر عن الإشي اللي حكيناه، يعني يعمل لي summary للإشي اللي حكيناه عن السيفالوسبورين بالمحاضرات الماضية؟ ارفعوا إيدكم لأني أنا فاتحة شاشة تانية. فمين حاب يحكي غير ياسمين؟ السيفالوسبورينز السار، تفضلي يا ياسمين. دكتورة حكينا إنه أول إشي في عنا بيتا لاكتام أسبنسيلا، تمام؟ حكينا fused with another ring، بس بتكون 6 member not 5 member. وفي عنا على position 3 حكينا إنه هاي substitution كثير مهمة للstability والreactivity، وحكينا الأسيليشن مش كثير مهم زي البنسيلين اللي بيكون على position 7. بس ال R group هي فعليا لإيش مهمة بشكل عام؟ اللي على الجهة اللي على position 7 يا الرد هاي لإيش مهمة؟ شوي كانت ال double bond هون هي يعني not related للبيتا لاكتاميز resistant. بيتا لاكتاميز resistance also the activity، لأنه لما if you put here natural R group the activity is يعني to give good pharmacodynamic pharmacokinetic activity. Okay, regarding reactivity, if we compare شكرا يا ياسمين. If we compare penicillins اللي هم already beta lactams with cephalosporins, which one will be more reactive in general? Cephalosporins or penicillins? غير ياسمين. دي ناس تانين. شو رأيك يا أحلام السيد؟ نعم دكتورة. شو رأيك يا أحلام لما نقارن بين البنسيلينز والسيفالوسبورينز من ناحية الرياكتيفيتي أوف بيتا لاكتام؟ مين اللي عندها رياكتيفيتي أعلى؟ مور رياكتيف السيفالوسبورين. السيفالوسبورين مور رياكتيف، واي؟ لأنه قللت الإنرجي عن طريق الإجكتابل جروب. أوكي، هي وجود الإجكتابل جروب is important to decrease the energy، but in general if we compare the strain of beta lactam in cephalosporins in comparison to beta to penicillin, the strain in penicillin more وبالتالي reactivity more. هون شو اللي عملناه عشان نحسن الرياكتيفيتي؟ في عنا هاي الدبل بوند والاجكتابل جروب at C3. So if we want to see the reactivity, if the compound is orally active or inactive, all the time we look at C3 here. Ejectable group means that our compound will cannot be taken orally, unstable, the beta lactam will open in the acidic media of the stomach, so should be given parenterally. If you put a group that will not be ejectable, not leaving a group, not good leaving a group, so you will end up with compounds with good oral activity that can be taken orally. وبالتالي احنا عشان نحسن الرياكتيفيتي ونقلل الانرجي حطينا هاي الاجكتابل بوند، لكن لو نيجي نحكي على السترين هذا السترين اقل. السبب انه هون الفيوجن وذ 6 ممبر رينج ان بنسلين 5 ممبر رينج، فكل ما كان عندك الفيوجن وذ سمولر رينج ذير ويل بي مور سترين اون بيتا لاكتام. فور ذس ار جروب امبورتنت فور اكتيفيتي فور بيتا لاكتاميز ريزيستنس. How can we get beta-lactamase resistance in cephalosporins? شو كانت الجروبس الأساسية اللي بتعطيني beta-lactamase resistance بالcephalosporins؟ غير ياسمين. براءة، يا براءة تفضل يا براءة. اللي هي الأمينو جروب إذا حطيناها على ال L isomer أو ال S isomer على ال C alpha. أوكي، وإيش كمان يا براءة؟ إيش فيها؟ هاي الجروب إيش بنسميها؟ أيه، هاي الجروب أو هاي الجروب إيش بنسميها هون؟ اللي هي الميثوكسي أوكزيم جروب. الأوكزيم. أوكي، شكراً يا براءة. For beta-lactamase resistance, if we have OCH3 at this position 7, this will give good beta-lactamase resistance. Alpha, the amine at alpha position in the L isomer will give good beta-lactamase resistance. يعني in general, if you put amine, رح يعطيك beta-lactamase resistance. لكن إذا بنحكي على stereochemistry, L is better than D.
أوكزيم also هنا هيدروكس يعني هيدروكسي أمين هاي اللي هي الأوكزيم أو الهيدروكسامين هنا حطينا عليها ألكيل جروب فصارت عندي الأوكزيم. الأوكزيم also will give good beta lactamase resistance وشفنا إنه Z is better than E هون مش مرسومات بالطريقة الصح لكن إنه in general Z is better than E لأنه بيعمل shielding للبيتا لاكتام. If you put OCH3 group here الscaffold شو بيصير اسمه واللي هو مجموعة مشتقة من السفالوسبورين ينتمي لمجموعة السفالوسبورين بس شو بيصير اسمه لما نحط OCH3 at this position. هاي ياسمين دكتورة بتزيد الاستابيليتي اجينست البيتا لاكتاماز شو بيكون اسمه اسمه شو سمينا السكافولد شو سمينا السيفامايسن يعني اذا كانت عندي السفالوسبورين سي اذا نفس الار جروب فبصير اسمه اللي هو السيفامايسن. فالاو سي اتش 3 ويل انكريز البيتا لاكتاميز ريزيستنس يعني احنا هون بنحكي على ستراكشرال ريكويرمنتس ديفرنت عن اللي كانت موجوده عندي بالبنسلينز. لكن اذا ما نحكي على السار بشكل عام از ذس كاربوكسيليك اسيد جروب امبورتنت اور نوت امبورتنت فور سيفالوسبورينز important يا دكتورة هي important لأنها بتعمل interaction on this carboxylic acid mimicking the carboxy terminal of D-alanine which is the substrate for transpeptides. طيب فبالتالي وطبعا الستيريوكيمستري حكينا هون مهمة إنها تكون عندي ده بنفس الاتجاه cis أو Z سواء كان عندي hydrogen أو OCH3. طيب now خلينا نعمل refreshment للoral activity. Can we classify these compounds orally active or orally inactive? If yes, why? If no, why? آية براءة أو ثانية ضيقة شوية براءة تالا آية تالا احكي لي يا تالا هدول orally active ولا لا أو احكي لي السبب احنا نعتبرهم هدول orally active okay why؟ هلا أول شيء احنا هم ما في عندهم ejectable bond ان احنا كنا لما نطلع هنا على ال double bond لما كانت تعمل resonance كانت تطلع احنا عندنا negative charge فهي ما كان فانا هي كانت هيك بالاخر نعتبرها انها هي ان احنا يعني stable فما عندنا ejectable تعتبر active. Yes, هذول compound orally active. If you want to see if your compound is orally active or no you will look at C3 substituent. In C3 substituent, think about pushing this double bond here to be here and then move this group. At the end, if you have a group that will be ejectable and can carry the negative charge, your compound will be orally inactive. Otherwise, your compound will be orally active. فمعناها انت فقط ان المطلوب منك انك انت يعني بك تفترض انه في عندك الconcerted reaction اللي حكيناها المرة الماضية. الخطوة الأخيرة فيه اللي هي هاي اعمل pushing يعني هاي اتفشها للدبل بوند وحطها هون. وبعديها بدي يصير في عندك negative charge. هل هاي negative charge تقدر تطلع مع الجروب يعني الجروب تقدر تحملها وتطلع فيها ولا لا؟ هون طبعا لو عملت هذا الاشي رح تصفي انه انت رح تحط النيجاتيف شارج هون ما في مجال انه انت تطلع عندك جروب وبالتالي this group is not ejectable. فبهاي الحالة بقدر اقول انه هدول المركبات هم orally active بهاي الحالة. So all these compounds are orally active because they don't have ejectable group at C3. طيب نيجي على هدول الجروبس برأيكم او هدول الكومباوندز اللي قدامنا orally active orally inactive. يا حمزة تفضل. أورالي أكتيف كمان لأنه يس احكي لي يا حمزة واي لأنه هون مثل ما حكينا نقول شيء أنه هون CH3 صعب تطلع. أوكي لا هي فعليا لو تيجي تفكر فيها هي فكرة أنك تعمل بوشنج يعني اتفش الدبل بوند وحطها هون فعليا أنت لما دفشت الدبل بوند جبتها هون هل يعني معناها إذا بدك تفكر بإشي بده يطلع شو بده يصفي عندك غير أنه هو H minus هل هذا إشي يعتبر سهل أنه يصير؟ لا لا فبالتالي يعني بقدر اقول انه هذا الكومباوند هو orally active. طيب برايكم الامين في لها رول بالoral activity هنا شو رايكم؟ يا ميس العزام شو رايك؟ ميس العزام شو رأيك يا ميس؟ الأمين بتتوقع إلها دور بالأورال أكتيفيتي؟ علي صوتك مو سامع.
مش سامعين صوتك بالمره. هيك اوكي اوكي. اه يا ميس شو رايك احكي لك؟ اتوقع نعم. طيب سميره شو رايك؟ رايي دكتوره انه اورال اكتف بتضلها، لانه زي السي اتش 3 لو حطيت الدبل بوند بجنبها مين اللي بده يطلع؟ بده يطلع الاتش، والاتش صعب انها تطلع. اوكي ماشي. يعني هسه الامين، هل في كان لها دور بانه خلت المركب اورالي اكتف، قصدي زي بنسلين؟ يعني بالبنسلين تتذكروا كان في عندي الامبسلين، وجود الامين جروب والاموكسيسيلين. لا يا دكتوره هون لا، لانه فعليا شو حكينا انه هاي الجروب يعني فرصة إنها تيجي تعمل التاك موجودة، لكن هون يعتبر التأثير تبعها نيجليجبل، وبالتالي العامل الرئيسي for oral activity اللي هي C3 substituent اللي موجودة عندنا. لكن الأمين بالمقابل يا سميرة شو بده يكون الرول تبعها هون عندي؟ شو حكينا الأمين قبل شوي؟ شو أهميتها هاي الأمين اللي على الألفا بوزيشن؟ آه يا ياسمين دكتورة في البيتا لاكتاميز ريزيستانس. يس بيتا لاكتاميز ريزيستانس. ففعليا أنا هون الأمين يعني انوجدت أو ما انوجدت، أنا بالنهاية تحكمي على الأورال أكتيفيتي هي بالاعتماد على السي 3. بالبنسلين كان لها رول مهم جدا من قدرتها على سحب الإلكترونات إنها تكون بوزيتيفلي شارج، هون لا بالنسبة لنا لها علاقة بالبيتا لاكتاميز ريزيستانس. طيب نيجي على المركبات اللي هنا. طبعا هون بس لاحظ if we isostatically replace sulfur by carbon can this affect the activity برأيكم؟ لا يا دكتورة ما بتوقع. هسه فعليا اذا حطيت كربون مقابل سلفر هل رح يأثر على السترين تبع البيتا لاكتام يا ياسمين؟ دكتورة بتوقع انه السترين رح يقل. لا مين اللي اكبر، كربون ولا السلفر؟ السلفر كحجم. السلفر يعني وين السترين بيكون اعلى، لما تحط كربون ولا لما تحط سلفر؟ السلفر. لا مو انت بدك شو الفكره هون، حكينا بالسترين. انا منصغر. انت عندي عندك بيتا لاكتام اوريدي ستريند، if you fuse to another ring this will increase the strain، if this ring is smaller in size the strain will be more. وبالتالي لما بحط كربون مقابل سلفر الكربون is smaller than sulfur which means the strain will be on the beta lactam more. يعني هون انت زدتي هاي السترين لانه حجم السايكل صار اصغر من حاله السلفر، لكن ما فيها التاثير الكثير كبير، يعني احنا بنحكي فروقات بسيطه هون. طيب بناء عليها can we consider cefaclor ولوراكارباف orally active or inactive؟ غير ياسمين، عبد الله، عبد المطلب، الخوالدة أو الحوامدة، شو رأيك يا عبد المطلب الحوامدة؟ عبد المطلب معانا؟ دكتورة معك. شو رأيك أورالي أكتف ولا مش أكتف يا عبد الله؟ عبد المطلب قصدي. والله دكتورة ما عندي فكرة. احكي يس أور نو، يعني تحذر يس أور نو. يس. طيب orally active اوكي. طيب شكرا يا عبد المطلب. طيب هسه لو بدنا نيجي نفسر، بدنا نفسرها بناء على الاشي اللي حكينا، هل هاي السي ال ejectable group or no؟ بدي افكر فيها. يا سميره شو رايك؟ لا يا دكتوره مش ejectable هون الفكره، هي ejectable بس انه هلا الدبل بوند رح تيجي هون فما في اشي يطلع، يعني ما في اشي يطلع، يعني فعليا لو انا اجيت حطيتها هيك سي ال ساعتها بتقدر تقولي والله بتيجي البوند هون وبتطلع. لكن شو بتكون مشكلتي بهذا الدرج لو انا اعتمدت هذا الدرج؟ شو بتكون المشكله اللي بواجهها بهذا الدرج برايكم؟ هذا الدرج شو ممكن تكون مشكلته غير انه orally inactive؟ ممكن بلكي بخرب على الكاربوكسيليك اسيد. لا مش بلكي، خلينا اول شيء نشوف كيف بتصير عمليه تفكيرنا بالاجكشن. بالاسيدك بي اتش بيكون في عندي بروتونيشن فور ذس نيتروجين انكريزنج الالكتروفيليسيتي اوف ذس كربون اتاك باي ووتر، والووتر از نوت جود نيوكليوفايل بات بيكوز اوف ذس بروتونيشن اند ذس هايلي الكتروفيليك ووتر ويل بي جود از نيوكليوفايل فور ذس سيتويشن، بريكنج فور ذس بوند موفينج الكترون هير
pushing the double bond here. So you will end up with, يعني كأنك بتقول بدك تعمل pushing إلها, بتصير C double bond CL. هذا الإشي طبعاً مش موجود بالنيتشر. فبهاي الحالة this compound orally active because we don't have ejectable group. سؤال اللي سألتكم إياه هسا, لو كان عندك أنت المركب مرسوم وكانت مش CL, كانت CH2Cl, بناء عليها هل مركبك راح يصير orally active or inactive برأيكم؟ آه يا ياسمين الدكتورة inactive. طيب inactive, بس إيش مشكلتي إني أحط هاي الجروب بهذا الشكل؟ هل يعني دكتورة photosensitivity؟ لا هون مش photosensitivity, هون شوفي عندي في عندي alkyl halide, والالكيل هالايد انه عندك الكلورايد هي جود ليفنج جروب. فاذا بحكي على دراج لايكنس, ذس كومباوند از نوت جود از ا دراج, لانه اي نيوكليوفايل رح يعمل عليها اتاك ويطلع لي السي ال. البروتينات بالجسم ممكن انها تعمل عليها اتاك, ولهيك هدول المركبات اللي بيكون فيهم الكيل هالايد رح ناخذهم بالانتي كانسر دراجز. فبالتالي الكيل هالايد از نوت جود از ا دراج, لانه في عندك رح يكون كاربون هايلي الكتروفيليك. And all the time we say that highly electrophilic carbons is not good in vivo. يعني دائما لما يكون عندك أي إشي highly electrophilic هو not good in vivo. ليش؟ لأنه في عندك nucleophile بتقدر تعمل عليه attack. فهون أنا بصير أحصل toxicity مختلفة عن أي إشي ممكن أتوقعه بسبب وجود الألكل هالايد. فبهاي الحالة ما بينفع أني أنا أحطه. فالCl هيك بهذا الشكل that's fine, not ejectable. So these compounds will be orally active. طيب لو طلعنا على هذا المركب, is this orally active or no? Sorry, هون برأيكم orally active or not orally active and why? أماندا, أماندا شديفات شو رأيك؟ دكتورة شو رأيك يا أماندا, orally active or inactive? Orally active. طيب orally active, why it's orally active يا أماندا برأيك؟ شو السبب اللي خلاه orally active؟ طيب شكرا يا أماندا. سميرة ممكن يا دكتورة لأنه في bulk group تحت وهي هذه بصير broad drug وممكن يصير hydrolysis لإلها, فالأنزيم ما رح يجي إنه بس بصير hydrolysis لإلها ممكن عشان هيك. ولا الـ O good living group يعني الـ O رح تطلع. أوكي دايا شوي خلينا نمشي فيهم واحدة. أول شيء this compound is a broad drug. We have extended broad drug. هاي عندنا carbonate. One carbon spacer away from this carboxylic acid. وبالتالي إذا صار في عندي الهيدروليسيز سواء من هنا بعدين decarboxylation بعدين يطلع عندي المركب اللي هون الميوتي أو هيدروليسيز من هاي الجهة, وبالتالي بصفي في عندي spontaneous hydrolysis. هسا احنا قبل هيك مر علينا مثال بالسفريوكسيم انه المركب هون لما يكون broad drug دغري بتقول انه هو orally active regardless انك تطلع على C3. يعني broad drug this is a strategy to make the compound orally active. واحدة من الاستراتيجيات اللي نستخدمها, يعني صار في عندي two strategies to make your compound orally active, non-ejectable group at C3 أو broad drug. هسا لما تحط نون اجكتبل لا ننسى انه رح ياثر على الرياكتيفيتي وبالتالي بينعكس على الاكتيفيتي. لكن اذا انت عملت برود دراج وكان في عندك جود اجكتبل جروب, هون انت بتكون حصلت الاورال اكتيفيتي وستيل من ناحيه الرياكتيفيتي في عندك جود رياكتيفيتي للمركب. هسا لو كان هذا المركب مش برود دراج, السؤال هسا اذا كان المركب بدون هاي البرود دراج, كان ذس كومباوند تيكن اورالي اور نو برايكم هسا؟ ياسمين بتوقع دكتور لانه الاو سي اتش 3 مش جود ليفنج جروب. اوكي نقدر ناخده اورالي اكتيف اورالي بدون حتى البرود دراج, لانه فعليا لو بدك تفكر هنا انت بالنهايه رح تصفي او سي اتش 3. صحيح انت عندك الاكسجين بتحمل النيجاتيف شارج بس ما في عوامل ثانيه تساعدها وبالتالي ما في ريزونانس وفي عندي الكل جروب تعمل دونيشن. فبهاي الحاله لما يكون عندي انا الليفنج جروب ايذر او اتش ماينس اور او سي اتش 3 ماينس, ذيس ار نوت جود ليفنج جروب. فهدول بعتبرهم نون ايجكتابل جروبس. فمعناها الدرج بدون ما نعمله برود دراج هو اورالي اكتيف
عملنا البرودراج ممكن عشان نحسن فارماكوكينيتيك بروفايل لايبوفيليسيتي ابزوربشن له، وبهاي الحاله حسنا الاورال اكتيفيتي. فسو ذس كومباوند از اورالي اكتيف بيكوز اوف ذا برودراج استراتيجي. Without a broad drug strategy, the group as C3 is not ejectable group. وبالتالي this compound also can be taken orally without need for broad drug strategy. طيب نيجي على هذا الكومباوند. هذا الكومباوند بالعادة given parenterally. يعني فعليا لو ترجع على الصيدلية مستشفى وتطلع على هذا الدواء رح تلاقي انه دائما بنعطى parenterally. هسا بناء على معلوماتنا بالstructures, do you think this compound can be orally active or no? بناء على معلوماتنا بالstructural requirements. آية صالح. يا آية سامي صالح شو رأيك؟ آية صالح. آية سوري سامي صالح. آية معنا؟ أنسام تفضلي يا أنسام. مش orally active لأنه إن في إنه ionize أو salt. لا لا انسي السولت، ما هو السولت عادي، ما هو بالأسيدك ميديا أوف ذا ستومك هاي السولت ببطل عندك، وأصلا هو السولت عشان نزيد الواتر سوليبيليتي إله. لو كان مش سولت طيب، ها إذا مشكلتك بالسولت هي يا أنسام أو أتش، برأيك هل هذا الدواء بينفع يتاخد أورالي؟ لا برضه. طيب أوكي. لا ياسمين شو رأيك بنعطى أورالي؟ كان يعني كان بي أورالي أكتف؟ أنا بحكي دكتورة عادي. يس قلت لك دايما على إيش تك تفكر إنك تعمل بوش للدبل بوند. هل في مجال يصير في بوش للدبل بوند؟ لا راح نطلها جوا الرينج. ما في مجال. يعني this drug من ناحية structural requirements can be taken orally، لكن فعليا هذا الدواء بالذات لو رحت على الصيدلية راح تلاقي فقط available parenterally. بالمقابل هذا الدواء موجود عندي orally، فبالتالي ممكن طبعا هون السبب انه ما نعطى اورالي ممكن يكون اي سبب اخر احنا يعني نت اوير اوف ات، له علاقه مثلا بالفارماكوكينيتيك بالابزوربشن. فبالتالي من ناحيه ستابيليتي، يعني اذا بدي احكي انا this compound stable at acidic pH of the stomach yes stable، بما انه stable can be taken orally yes. هسا اذا في عامل ثاني اثر على قدره الامتصاص هون بكون في عندي مشكله انه هذا الدواء ما نزل بالسوق غير بارنترالي، لكن بديل اخر عنه لاحظ نفس الفانكشنال جروب انه السي 3 عندك ما في سبستيتيوانت موجود منه اورالي. فبالتالي هون ما بدي تحفظ هاي المعلومه حفظ، هاي بس لمعلوماتك انه هذا الدواء يعني فعليا لو ترجع للستركشر هو دائما بتاخذ بارنترالي. انا دائما بدي تحكم بناء على الستركشر الموجود قدامك. فبالتالي بناء على الستركشر الموجود قدامك لو انسالت هل هو ستيبل بالاسيدك ميديا يس، كان بي تيكن اورالي يس، وبالتالي ست اورالي اكتيف يس اتس اورالي اكتيف. طيب نيجي هسا هاي بالنسبة لها هي الأورال أكتيفيتي. في حدا عنده أي سؤال؟ في عنده حدا مشكلة لسه؟ آية أنسام لسه رفع إيدك ولا أنت ناسي إيدك مرفوعة؟ طيب في حدا لسه عنده مشكلة كيف يحدد is it orally active or no؟ حفصة are you here حفصة؟ Yes I am. Okay, do you know now how to decide if your compound orally active or no? You said that if the group asked C3 is not ejectable, yes, then you understood. You understood what I said, okay? Yes. Okay, no problem in understanding that. Okay. طيب. Okay. هاي بالنسبة للchemical stability in acidic media oral activity. Now, if we want to talk about metabolic stability. Metabolic stability means we have enzyme that can affect this drug. The metabolic stability also depend on C3 substituent. So to decide if your compound is metabolically stable or not, you should look also at C3. يعني هي كل الفكرة بالC3. سواء إذا بدك تطلع على chemical stability بالacidic media بالoral activity أو تطلع على metabolic stability. هون الفكرة أسهل بكتير. لما باجي بحكي على metabolic stability when you have ester group here, so now if you push this double bond this ester group sorry هاي من ناحية الكيميكال، سوري من ناحية الميتابوليك you have enzyme
Can this group be hydrolyzed easily or no? Yes, it can be hydrolyzed easily by stress. This group is away from this nucleus, more accessible. يعني هون بدك تطلع هل الجروب اللي عندك بيصير لها hydrolysis بالإنزيم أو لا؟ طبعا هون بنحكي على جروب بعيد شوي عن النوكليوس، ممكن يكون تأثير الاستريز عليها في مجال، ممكن تكون البروسيس مش كتير سريع، لكن أنا بحكي بالنهاية هل رح يصير الهايدروليسيز ولا ما رح يصير عندي الهايدروليسيز. وشفنا قبل هيك إذا صار الهايدروليسيز بيصير عندنا لاكتون وبيصير المركب inactive، هون مشكلتنا. فبالتالي هذا المركب بعتبره ميتابوليكالي unstable بسبب وجود الإستر. دكتورة بالمقابل دكتورة لو بدي أسأل إنه أورالي هو good living group ممكن إنه يطلع، بس ما بقدر أحكي إنه أول إشي بواسطة الأنزيمات راح يصير له هايدروليسز، بعدين أفكر بالإشي اللي ضال بعدين أحكي إذا good living group ولا لا. لا لا، أصلا ما تحكي oral activity بدك تفكري إنه هل هو بقدر surviving الأسيديك ميديا أوف ستومك أور نو. يعني إذا أخذتي هل بقدر يضله ثابت لحتى يطلع من الستومك، هون تطلع على الكيميكال ستابلتي. هسا من ناحية ميتابوليك ستابلتي في عندك استريس بالإنتستين وفي عندك اللي هو داخل الجسم، ففعليا هو عدى وصار له امتصاص دخل عندك. طبعا هون اللي بكون استر احنا شفناه أورالي إنأكتيف، أخذتي إنجيكشن، إذا كان في عندك فرصة إنه يصير له ميتابوليزم سريع هذا بيأثر على الديوريشن أوف أكشن للدرج بالنسبة إلي، لأنه رح يصفي مركب إنأكتيف، فهون بطلع على الميتابوليك ستابلتي، يعني بربطها بقدر أربطها بالديوريشن أوف أكشن أكتر. بتحط الفكرة؟ أي دكتورة يعني هان إنأكتيف رح يصير. هو حكيناها قبل هيك الهايدروليسز لهاي البوند رح يحد OH. OH أوكي هو أكتيف باي إتسلف، بس بسبب حدوث وتكوين لللاكتون رينج بيبطل في عندك فري كاربوكسيليك أسيد، وهي اتفقنا عليها قلت لكم إنه في بعض المصادر بتقول إنه أكتيف اللاكتون لأنه في مجال يصير له هايدروليسز، في مصادر لا، بس إحنا اتفقنا لغايات المساق إنه هو إنأكتيف اللاكتون إذا بتتذكر المحاضرات الماضية. طيب بالمقابل إذا حطيت اليوريثين there will be stabilization. ليش؟ لأنه أنت في عندك أمين جروب and this amine group by resonance will decrease the electrophilicity of this carbon here. وبالتالي الإفكت هسه هون of stress رح يكون أقل عليها. فبهاي الحالة this compound is metabolically stabilized. لكن حكينا قبل هيك من ناحية the oral activity والchemical ما كانت stable، لكن هون بحكي من ناحية الميتابوليزم metabolically stabilized. فبالتالي لو طلعت على كل هدول ال R group، كل هدول ال R group اللي مروا معنا، برأيك المركبات هدول من ناحية الميتابوليك ستابلتي are they metabolically stable or no؟ ياسمين دكتورة كلهم ستابل، كلهم ستابل، يعني فعليا صفى عندك بس الاستر هو الانستابل من ناحية ميتابوليزم. فرق من ناحية ميتابوليك ستابلتي عن الكيميكال ستابلتي. الكيميكال ستابلتي بترجع بتشوف هل في عندك اجكتابل جروب اور نو. هون بتطلع في اشي ممكن يعمل له الانزيم هيدروليسيز ومينلي الاستر، استر جروب فكر فيها انه من ناحيه ميتابوليك انستابيليتي. لو اجينا على هدول الجروبس اللي كانوا جود اجكتابل جروبس، برايكم ميتابوليكالي ستيبل اور انستابل؟ عامر شو رايك يا عامر؟ يا دكتوره يا عامر ميتابوليكالي ستيبل اور انستابل برايك؟ يعني مثلا لو زودنا كل ما زودنا السبستيشن على الذره دي اكيد بيكون ستيبل. لا هي مش بكل ما زودت السبستيشن، هي بدك تطلع في عندك جروب الانزيم بيعملها هيدروليسيز، شو اكثر جروب بيعملها الانزيم هيدروليسيز دائما بالادويه؟ الاستر. هدول فيهم استر؟ لا ما فيهمش استر، ما فيهم مش استر. اوكي يا براءة شو رايك انت؟ قولي ميتابوليك ستيبل اور انستابل؟ ستيبل. هون اذا بدك تفكر انت بدك يعني تعمل كسر للسي اس بوند للسي ان بوند، وهذا الاشي مش موجود، وبالتالي هدول كلهم ميتابوليكالي ستيبل. وبالتالي اذا كان مركبك كيميكالي انستابل ممكن يكون ميتابوليكالي ستيبل، ممكن يكون ميتابوليكالي انستابل وكيميكالي انستابل، ممكن يكون كيميكالي ستيبل ميتابوليكالي انستابل. وبالتالي في عندك يعني يعني مع بعضهم البعض ممكن يجتمعوا الصفتين، ممكن تجتمع صفة واحدة منهم. فبالتالي الميتابوليك ستابلتي all the time look at C3، look if there's ester group، خاصة إذا كل ما أبعدت عن النوكليوس can be hydrolyzed easily by stress so the compound will be metabolically unstable.
طب يا دكتور وبالتالي هون اختلف. إذا حكيت لنا إذا أكتب ولا مش أكتب بنتبه للميتابوليك ستابل وبنتبه للميتابوليك للأنميتابوليك ولا لا؟ لا حسك... لا استني يا سميرة. هسا يا سميرة احنا ممكن احكي لك اياها بشكل عام على الاكتيفيتي. هسا لما باجي بحكي انا اكتيفيتي انا بحكي بشكل عام مركبك اكتيف اور ان اكتيف، لاني انا ما حددت لك الروت اوف ادمنستريشن. لانه اذا كان عندك الدواء اورالي ان اكتيف عندك بديل انك تعملي له ادمنستريشن بارنترالي، صح؟ هون بحكي على اكتيفيتي بشكل عام. هسا اذا حكيت اورال اكتيفيتي بدي اجي اطلع على الكيميكال ستابيليتي ان اسيديك ميديا، وبناء عليها اجيك تبع الجروب اور نو. اذا حكيت لك ميتابوليك ستابيليتي تيجي تطلع كمان على السي 3، هل في عندك شيء بيعمل له الانزيم هيدروليسيز او لا. هسا سواء انت اخذتي الدواء، يعني هذا الدواء اصلا حتى لو بدي قلنا هو، يعني لو اجي احكي على هذا الدواء لو قلت لك هذا الدرج. يا سميره بقطع الصوت، ما بعرف اذا عندي بس عندكم يا جماعه الصوت. لا دكتور عادي، طيب خلاص يا سميرة شكله عين. طيب لو هسه سألتكم خلينا أعطيكم سؤال اعتبروا زي سؤال الكويز أو الامتحان. حكيت لك إنه كان في عندك بيشن وكان في عنده certain infection. أنا طبعا ما رح أدخل بالنوع البكتيريا وهاي الأشياء لأنه هذه أشياء بتاخدوها مساقات تانية، إلا إذا كان يعني انا بدي تفرق بين جرام بوزيتيف ونيجاتيف، ساعتها انا بقول لك انه في جرام نيجاتيف، نوع من انواع الجرام نيجاتيف بكتيريا. هون بشكل عام انا في عندي كان بيشنت في كان عنده انفكشن، وكان في واحد من الخيارات اللي كان الدكتور بده يعطيه اياه مثلا اللي هو هذا الدرج، والدكتور كاتب له اياه انه عباره عن اورال تابلتس، وهاي الاورال تابلتس مثلا تتاخذ مرتين ثلاث مرات في اليوم ريجاردلس الدوزنج له. انت كصيدلاني هسا لو تيجي تطلع على هذا الدرج من ناحيه الاستراكشر، هل رح تمشي مع الدكتور؟ افرض انك انت لسه مش رايح بالصيدليه بدك تشوفه موجود على الرف او لا، اعطيتك الاستراكشر رسم، يعني تخيل الروشيتا مرسوم فيها الاستراكشر قبل ما تروح على عندك، بناء عليها هل رح تقول انه هذا الدرج بينفع لهذا المريض ولا لا؟ يا اشراق دكتورة هو بنفع بس ما بنفع أورالي. هو بنفع بس ما بنفع أورالي، لازم أخده بارنترالي. فإذا كان هو محدد لي طريقة الأخذ أورالي ما بزبط. أو لنفترض مريض قال لك يا دكتور أنا ما بدي الإنجكشن، يعني أنا مثلا ما بحبش أني أخذ إنجكشن، بخاف من الإبرة، وفي كتير ناس بتخاف من الإبرة، بدي نفس الأمبولة هاي أشربها شرب. وعلى فكرة هذا السؤال كان حتى أحيانا صيادلة يسألوا على بعض الجروبات إنه هذا الإنجكشن بيصير عطيه يعني المريض ياخده شرب، شو بدي يكون ردك أنت كصيدلاني بهاي الحالة؟ بتقول له اشربه؟ ولا بتقول له لا ما بزبط؟ ما بزبط. رح تقول له أكيد ما بزبط. إنه لو أخده هل رح يستفيد المريض؟ ما رح يصير له absorption. ما رح يصير له absorption لأنه فيه أصلاً كواترنال امونيوم، اصلا هو ما رح يضل سيرفايفنج. هون طبعا في منسيه دبل بوند، شكلي ناسيتها بكل المركبات بس صلحوها عندكم يا جماعه هسه انتبهت. وهذا المركب فيه اجكتب الجروب اصلا هو نوت اورالي اكتيف، وبالتالي بجميع الحالات هذا المريض لو اخذ هاي الانجكشن شرب معناها هاي الحاله ما رح يستفيد. وبالتالي هون بفرق انك على ايش بدك تطلع، يعني اورال اكتيفيتي، ميتابوليك ستابيليتي، رياكتيفيتي، اسيد ستابيليتي، فكل هاي الاشياء لازم تاخذها بعين الاعتبار لما تطلع على الاستراكشر. هون بتعامل مع الدواء از استراكشر، انا مش حافظ اسم الدواء ولا بعرف انه هذا الدواء شو اللي افيلبل دوزز دوزج فورم منه، لا انا اللي بعرفه هو الاستراكشر اللي قدامي، فهذا تتعامل معه بناء على هذا الشيء. وضحت الفكره يا سميره؟ اشراق ناسي ايدك مرفوعه صح؟ طيب نيجي على الريزيستنس. الريزيستنس طبعا نفس اللي شرحناه احنا واللي حكينا عنه بالبنسلينز، انه في ريزيستنس من البيتا لاكتاميز، لكن هون الريزيستنس اقل من اللي موجود عندي بالبنسلينز، فهي معلومات اوريدي حكينا عنها. وعلى الالرجينيسيتي، وبالتالي اذا الانسان يعني يكون عنده حساسيه من البنسلينز ممكن يكون عنده كروس كمان الالرجينيسيتي من السيفالوسبورنز. السيفالوسبورنز مقسمين الى 4
أو حتى صاروا أتوقع fifth صاروا اللي هو five generations. هدول الجينيريشنز فعلياً هو كان فقط الفروقات بيناتهم اللي هي الفترة الزمنية، يعني أول جروب انعمل عليها development، بعديها بفترة زمنية انعمل نزل على السوق مجموعة منهم فصاروا يسموهم second generation, third, fourth generation. كان الهدف إنهم طبعاً هم لهم good gram negative activity بس بدهم يزيدوها، يقللوا من الجرام positive كان لما عملوا كل هاي development، وبيزيدوا الريزيستنس للبيتا لاكتاميز. هم صح فيهم ريزيستنس للبيتا لاكتاميز احسن من البنسلينز، لكن كمان كان الهدف الديفلوبمنت اني انا احسن منها، ازيد الجرام نيجاتيف اكتيفيتي، اقلل من الجرام بوزيتيف بحيث اوازن ما بينهم، ويكون عندي خيار في حال وجود مثلا حساسيه سوري ريزيستنس لنوع معين من البنسلينز يكون خياري السيفالوسبورينز. طيب هون عندك التيبل هاي فيها معلومات كلها حكيناها، يعني هون لا تتعامل مع هاي الاشي كأنه اشي بدك تحفظه، هون بدك تتعامل معه بناء على الار جروب الموجودة قدامك. بدك تفكر بناء على الار جروب is it acid stable or no, it is metabolically stable or no. فبالتالي بشكل عام هاي الاشياء بتحكمها من الستركشرز. هسا هدول الاشياء اللي موجودين هون اي اشي مش عاملت لك عليه هايلايت اعتبر انه هاي المعلومة الك انت اضافية، لان انا ما بدي تحفظ معلومات، انا بدي تشتقها من الستركشر الموجود قدامك. نفس الشيء هون حكينا كل هاي الأشياء، حكينا كل هاي الأشياء هون. لو إجينا هون على هدول المركبات هون مثلا هاي الجروب حكينا قبل هيك hematological adverse reactions، ممكن أفكر فيها من الناس اللي ممكن يعني خربطات وإشي له علاقة بالهيماتولوجي. هون مثلا هدول المركب هاي الميتي بتتميز إنه البروتين binding إلها عالي جدا فإلها long T-half. فإذا بدي أحكي على هذا المركب هاي الجروب طبعا هون لما تطلع على هاي الجروب يعني لازم تتاكد انه كل شيء تمام هون دائما قبل ما تطلع على الجروب. هاي الجروب ممكن اني احفظها اللي هي 3 ثيوترايازين، انه هاي الجروب عاده الديوريشن اوف اكشن طويل، يعني اذا انا بدي دراج وذ لونج ديوريشن اوف اكشن ذس جود تشويس فور مي. هدول الجروبس اذا بتلاحظ انتي بسودومونال اكتيفيتي، الانتي بسودومونال اكتيفيتي من وين اجت؟ اذا بتتذكروا بالبنسلينز when you put compounds with charges هدول الكومباوندز بصير في عندهم more permeation through يعني cell membrane of gram negative bacteria وبصير anti pseudomonal activity. إذا بتتذكروا كنا نحط اللي هي الأمين واليوريا كدول كان المركبات لهم أو carboxylic acid كان لهم anti pseudomonal activity، فهدول المركبات لهم good anti pseudomonal activity لأنه في عندهم هاي positive charge زيادة البولاريتي، يعني هون بدك تربطها بزيادة البولاريتي بهدول المركبات. لو اجينا هنا اللي هي more acid stable لما يكون في عندي NH2 more acid stable، لكن هي بجميع الحالات التنتين هم acid stable، في resistance قليل للبيتا لاكتاميز. هون مثلا عندك زيادة الجرام نيجاتيف بتقل الجرام بوزيتيف، وهي المعلومات البسيطة اللي بس انك تطلع عليها. لاحظ هون كمان لما تحط charge يعني ionizable group this will increase gram negative activity، وهذا يطابق اللي حكينا قبل هيك بالبنسلينز. فهدول امشوا عليهم بس اربطوهم بالاشياء اللي اخذناها، لا تمسك الجدول تقعد تحفظ لي لا اسم ولا تحفظ لي هاي المعلومات، لانه هاي المعلومات انا ما راح اسمع لك اياها تسميع، انا راح افرجيك الاستراكشر واقول لك بناء على الاستراكشر احكي لي هل فيه structural requirements for good beta lactamase resistance او enhanced beta lactamase resistance. بشكل عام حكينا السيفالوسبورينز more resistant to beta lactamase in comparison to penicillins، لكن في بعض groups بتزيد البيتا لاكتاميز، فهي تتطلع عليها، بتتطلع على acid stability والmetabolic stability عن طريق ال C3 والcarboxylic acid لازم تكون موجودة، باقي الأشياء الثانية لازم تكون موجودة. ionizable groups سواء negative أو positive بتروح باتجاه الجرام negative وباتجاه pseudomonas aeruginosa، فهي مطلوب منك بهاي السلايدات. طيب هسا بالناحية الجينيريشنز هسا يعني how to differentiate between generations مش يعني exactly بدي اياك 100%، يعني ما بدي تمسك هالسلايد وتحفظ انه والله هذا المركب هو first generation ترسمه وتحفظ المركب حفظ، لا هي بشكل عام في بعض features تطلع عليها ممكن تعطيك فكرة انه المركب هو first generation او لا. المركبات اللي كانوا first generation اللي هم كانوا simple، يعني في عندك هنا يعني still simple ما وصلنا لمرحلة، لا وفي بعض ما توقع فيها أوكزيم، لا ما وصلنا للأوكزيم. هدول المركبات الفيرست جينيريشن
كانوا سيمبلر، يعني إذا تطلع على السايد شين بتشابه السايد شين اللي كانت موجودة قريبا بالبنسلنز، فبتحكي على سيمبل سايد شين. لكن من ناحية الـ C3 هنا فعليا ممكن تستخدم different C3 groups وبناء عليها بيكون مركبك orally active or inactive, acid stable or unstable, metabolically stable or unstable. إذا رحت للسكند جينيريشن، السكند جينيريشن اللي هي بلشوا عندي يحطوا اللي كان بدل الإستر اليوريثين جروب، بلشوا يعملوا مور كومبلكسيشن بالستركشر الموجود هنا. يعني هون صعب الفيرست والسكند، صعب تميزهم عن بعضهم البعض، وما بدي منك تميزهم، يعني مش كتير مهم بالنسبة لي تعرف هاد فيرست ولا سكند جينيريشن يعني، لكن أتليست تميز إنه سيفالوسبورن مع الصفات تبعته. فالسكند جينيريشن هي فعليا زي كأنك من بداية السيفامايسن، هو كان الليد كومباوند واللي عملوا عليه بناء عليه المركبات هدولة. بالثيرد جينيريشن هذا مثلا ممكن يكون مميز انهم بلشوا يحطوا الامينو ثيازول، اذا بتلاحظ فيهم كلياتهم هم امينو ثيازول الار جروب، هذا اعطاه اللي هو الثيرد جينيريشن. واذا بتلاحظ بكل المركبات احنا قلنا الهدف انه نزيد البيتا لاكتاميز ريزيستنس، فبلشوا يحطوا مش بس الامين، لا صاروا يحطوا الاوكزيم عشان يحصلوا جود بيتا لاكتاميز ريزيستنس. فالامينو ثيازول مع الاوكزيم. الثيرد جينيريشن هي بنفس الطريقة بس إنه هذا لحاله نزل المركب، يعني كان من ناحية الأكتيفيتي وكانت على جرام نيجاتيف جود. الفورث جينيريشن اللي كان فيهم بوزيتيفلي شارجد جروب هنا واللي كانوا يستخدموا للبسودومونس، وفيهم أمينو ثيازول مع الأوكزيم الميثوكسي أمينو جروب والميوتي شارجد. وهذا هو الفيفث جينيريشن، هذا هو آخر مركب. هذا المركب بينعطى بارنترالي، هو ووتر سوليبل برودرك. طيب ليش بينعطى بارنترالي؟ خلينا نطبق عليه اللي طبقناه على المركبات الثانية. ليش هذا الدرج بينعطى بارنترالي برأيكم؟ آه ياسمين. دكتورة لأنه الجروب اللي فيه نان إجكتبل جروب، وبالتالي هو بيظل عليه البوزيتيف تشارج فما بصير له أبسوربشن. أوكي، هو من ناحية أسيد ستابلتي the compound is acid stable، لكن في عندي quaternary ammonium moiety وبالتالي no oral absorption for this moiety. طيب الإشي الثاني، why we consider this compound as prodrug؟ وين البرودرج بالموضوع؟ وين البرودرج يا براءة؟ دكتورة ممكن يكون الهيدروليسيس بالفوسفات الموجودة على الأرجو؟ البرودرج اللي هو هي هون، إنه أنا عملت يعني زي بجروب مع النيتروجين، يعني هي فعلياً أمينو اللي هي ديثيازول، هسه صار اسمها ثيازول، فبالتالي هنا حطينا برودرج. فهالبرودرج هون شو الهدف من هذا البرودرج بالذات؟ ليش حطيت الفوسفات برودرج يا براءة برأيك؟ آه براءة آه الفوسفات بالذات شو بستفيد من أني أحط فوسفات وإستر؟ ممكن بس ممكن الهيدروليسيس الاستر اسهل من الفوسفات. لا الفوسفات بالذات بيكون لها دور هدف. اه يا سميره شكرا يا برا. ممكن عشان تزيد الووتر سوليبيليتي، انا هذا الدرج اصلا يعني عشان نزيد الووتر سوليبيليتي له اكثر. الفوسفات يعطيك جود ووتر سوليبيليتي عشان تعطيه از انجكشن، سو ذس كومباوند از تيكينج از انجكشن. You have quaternary ammonium moiety, so cannot be taken orally. Stable metabolically, acid stable compound. We put here phosphate ester to increase the water solubility. فهي يعني فكرة عشان نزيد the water solubility للمركب نعمله as phosphate، وبعدين بصير phosphatase enzyme بعمل له hydrolysis بعطيني the parent drug. فهذا بآخر واحد نزل اللي هو the fifth generation. فهي الفترات الزمنية مختلفة لهدول الأدوية. لو جينا اطلعنا على السار بس بشكل عام، آخر إشي اللي هي الإشي اللي ما ذكرناه واللي هي هاي الجروب اللي حطوها آخر إشي بالفيفث جينيريشن واللي هي الثيادايزول رينج. الثيادايزول رينج بتزيد من الجرام نيجاتيف بنتريشن، وبالتالي increasing the activity against the gram negative وincrease the affinity for transpeptides. فهاي ممكن أنك أنت تحطها زيادة معلومة عندك إنه هاي الجروب بتزيد الأفينيتي والكومبليمنتاريتي وذا ترانسبيبتايدز، وبالتالي بتنعكس إنه الأكتيفيتي للمركبات بتكون أفضل. هون عشان نزيد الووتر سوليبيليتي
هاي بتعطيني activity against pseudomonas، وهون عندي ال 1-3-thiazole أعطتها anti-MRSA activity عشان اللي هي في حالة resistance للستاف أورياس، صار في عندي مجال إني أستخدم هذا الدواء كبديل في حال وجود عندي resistance عالي من الستاف. فهدول المعلومتين الإضافيات، ليش هدول الجروبس بالذات تم إضافتهم لهذا المركب؟ واحدة عشان اللي هي تستخدم في الresistant strains المرسا، وهذه عشان تزيد الأفينيتي للارتباط بالترانس بيبتايدز وتزيد كمان الجرام نيجاتيف بنتريشن. أوكي، هاي بالنسبة للسيفالوسبورنز. في حدا عنده أي سؤال على السيفالوسبورنز؟ طيب نيجي على المجموعة اللي بعدها اللي هي الكاربابينيمز والمونوباكتام. طيب لو طلعنا هسا على الكاربابينيمز بناء على شرحنا بالبيتا لاكتامز، شو في اشياء شايفها تشبه اللي شفناه قبل هيك، وشو في اشياء بتشوفها اختلفت عن اللي شفناه قبل هيك؟ similarities and differences with other beta lactam antibiotics. يا براءة تفضلي. وجود البيتا لاكتام رينج فيوز with other رينج، هاي similarity. اوكي. وفي الكربوكسيليك اسيد كمان موجوده. اوكي، اللي هي الفا بالنسبه للنيتروجين هاي. اوكي. ممكن يكون الاختلاف بالهيدروجين، صارت وحده سيست وحده يس. ستيريو كيمستري اختلفت عندي هون مقارنه باللي كنا نشوفها، وايش كمان اختلف عندي يا براءة؟ وما في اميد بال على الجهه الثانيه هون. صار في عندي جروب مختلفه هون. اوكي، وهنا صار في عندي جروب غير السي اتش 3، يعني صار في عندي السلفر. اوكي، شكرا يا براءة. يا ياسمين، شو كمان شايفه شيء اختلاف؟ بجوز تشابه الدبل بوند مع السيفالوسبورين. مع السيفالوسبورين، بس هاي 5 ممبر رينج. اذا بدي اشبهها بالبنسلينز، do you think this ring البنيم رينج more strained or less strained من او اللي هي الكاربابينيم سوري مقارنه باللي هو البنام اللي كانت بالبنسلينز، برايك مور اور ليس ستراند؟ دكتوره مور، لانه الدبل بوند بتزيد الستراند. وغير الدبل بوند اللي حكيناها قبل شوي، شو كمان تغير عندي؟ 5 ممبر ترينك، يعني هي على من جهتين. لا، ما هو هسه احنا عندنا، خلينا نرجع للبنام. البنام الكارب كمان يس. هون عندك كان في سلفر، وكان هاي الكاربوكسيليك أسيد، وبالتالي هون كان CH3CH3. فأنت في عندك هون 5 ممبر رينج، هي 5 ممبر رينج، لكن isosteric replacement of sulfur bicarbon and adding double bond، فبالتالي strain on beta lactam will increase. يعني معناها إذا بدي أقارن reactivity which one is more reactive، this beta lactam or this beta lactam here؟ اللي فيها الكربون هي مور. يعني أول إشي إحنا الايزوستيريك ريبليسمنت سلفر باي كربون، الكربون سمولر إن سايز، وبالتالي الرينج إز سمولر. سمولر رينج مينز مور سترين أون بيتا لاكتام. كمان حطينا عليها دبل بوند، سو إندينج أب وذ مور سترين، فهذا ويل ميك ذيس بيتا لاكتام الموجودة عندي هون هايلي رياكتيف. الكاربوكسيليك أسيد still important، لأنه زي ما حكينا mimicking الكاربوكسي terminal of D-alanine واللي هو substrate for transpeptidase. At this carbon here we adding sulfur بدل ما أنه نحط عندي اللي هي الكاربونز، وبالتالي في عملنا زي functionalization، غيرنا بالfunctional group الموجودة هون. لو إجينا على الهيدروجينز، هون كنا دايما نحكي أساسي للactivity إنهم يكونوا التنتين cis to each other. هون صار في عندي اختلاف انهم الترانس، فبناء عليها اذا بدي احكي هاي الهيدروجين هي بيتا، فالهيدروكسي ايثيل شو راح تكون بالنسبه لنا؟ الفا اور بيتا؟ حكينا المره الماضيه الالفا والبيتا. الالفا دكتوره، راح تكون الفا، فبالتالي هاي الجروب كمان راح تكون الفا، الها دور بالبايندينج عندي لا التارجت. فبالتالي هون في عندي برود وانتنس سبيكترم اكتيفيتي able to inactivate the beta lactamase، يعني إذا ارتبطت بالبيتا لاكتاميز تعمل له inactivation، وبضل هاي يعني رابطة فيه.
لكن معناها في يعني في مجال يشتغل عليها. هاي اللي حكيناها size more strain. في عنا sulfur حطيناها هنا مقابل CH3. double bond will increase the strain more. هاي الجروب اللي هي الهيدروكسي ethyl group جاي بA alpha position, وهاي رح تكون beta position trans with hydrogen. So this end up with this stereochemistry for good activity. يعني this is the optimum activity when this enantiomer getting 8R, 6S, 5R. يعني حط الهيدروجين هاي, إذا راسم البيتا لاكتام بهاي الطريقة, الهيدروجين away from you, الهيدروجين الثاني definitely لازم تكون باتجاهك, هاي الجروب away from you. فديفينتلي رح يطلع معك هاي الستيريوكيمستري 8R 6S 5R. هاي الستيريوكيمستري الستيريوجينيك سنتر لما يكون بهذا الشكل بيعطيني اللي هو ذا اوبتيمم اكتيفيتي لما يجي المركب عندي يرتبط. ففعليا هنا مقارنه باللي موجود انه ما في عندي امين جروب مع البنسلين, صار في عندي اللي هو الهيدروكسي ايثيل جروب. من ناحيه الستيريوكيمستري حكينا هنا عندي الستيريوكيمستري هدول ترانس لبعضهم البعض. لو تطلع على الستيريوكيمستري هون ممكن تلاقيها مختلفة عن البنسلين, لكن أنا بالنهاية بالفراغ وين موجودة هذا اللي بدي أطلع عليه. سي دبل بوند زي ما حكينا هاي بنسميها كاربا بنيم. إحنا قبل هيك حكينا كيف بنسمي الأسماء. فكاربا نسبة لوجود الكربون الرينج كلها اسمها بنام, بس بما إنه فيها دبل بوند فبصير اسمها كاربا بنيم. وهاي هسه اللي إلها علاقة بالريزيستنس للبيتا لاكتاميز. يعني هون إذا بدي أحكي على ريزيستنس فور بيتا لاكتاميز رح تكون الار جروب الموجودة هون اللي هي الهيدروكسي إثيل جروب, هاي إلها رول بالبيتا لاكتاميز ريزيستنس. طبعا هدول المركبات الإشي الكويس فيهم إنهم كويسين للبسودوموناس إريجينوزا وفيهم ريزيستنس عالي للبيتا لاكتاميز. يعني يعني صحيح فيهم سترين عالي البيتا لاكتاميز بيرتبط فيهم لكن بيعملوا له ان اكتيفيشن, فمعناها جزء لو راح بضل في جزء عندي بضل اكتيف عندي, وهاي الجروب بتساعده انه يصير في عنده ريزيستنس للبيتا لاكتاميز, فبالتالي بقلل عندي من احتماليه الريزيستنس الموجود. طيب بالنسبه لل اللي هي الميتابوليك والكيميكال ستابيليتي, هذا المركب بناء عليها اورالي ان اكتيف. ليش اورالي ان اكتيف لو بدنا نفكر فيه؟ نرجع نفكر بنفس الطريقه اللي فكرنا فيها بالبنسلين وبالسيفالوسبورينز. ليش اه ياسمين؟ يعني دكتوره ما بعرف بس ممكن زي البنسلين كونه فيش إشي زي البنسلين مش زي السيفالوسبورين. آه لا مش زي السيفالوسبورين بس هو فعليا هايلي ستريند, وبالتالي اذا صار بروتونيشن هنا هاي بتسحب الالكترونات عندي, هاي بتكون partially positive بتكون highly electrophilic وبالتالي بيصير عليها attack وبيصير لها hydrolysis سريع. يعني دائما زيادة الstrain بيزيد الreactivity وبالتالي بالمقابل رح يأثر على stability, يعني رح تقل stability لهذا المركب. فبالتالي المركب هذا من ناحية oral activity لا بينعطى بهاي الحالة as injection. العامل الثاني كمان اللي بنطلع عليه هون بالstability هو نفس المركب. لو تطلع هون شو اللي صار؟ لو يجي حد يفسر لي من هون لهون شو صار؟ What happened here؟ شو صار عندي هون يا جماعة؟ فكر فيها شو اللي صار من هون لهون؟ آه ياسمين شو شايفة؟ دكتور الان H2 اللي موجودة عملت amide bond مع another thinamycin. يعني يعني وين عملت attack؟ على الكربون اللي مرتبطه في الاو اتش لانها هاي الالكتروفيليك. الكربون المرتبطه بالاو اتش هاي او لا. او جنبها لا وين عملت الاتاك؟ لا على الامايد بوند للدكتوره. اه مباشره على البيت الاكتام. اه هسه احنا حكينا انه هاي هي هايلي ستريند هايلي رياكتيف, نفس المركب بيعمل دايمرايزيشن مع حاله بيعمل دايمر. يعني هاي الامين هي نيك رح تكون از نيكليوفايل وبالتالي رح تعمل اتاك على الكربونيل من مولكيول تاني, طبعا مش نفس المولكيول عشان المسافة, مولكيول تاني وبالتالي بتفتح اللي هي البيتا لاكتام. هاي بطل في عندي بيتا لاكتام, فالناتج المركب هنا هو انأكتف. عشان يحلوا هاي المشكلة اني انا امنع حدوث هذا البروسيس, لانه طبعا ديفينتلي لما انا اوكي اخدته انجكشن لكن هذا البروسيس صار, او اذا موجود بداخل
الفيل تبعت الانجكشن كان موجود اوريدي، وبالتالي مع الوقت صار هذا الاتاك، انا بصير عندي مركبي ان اكتف. عشان يقللوا من حدوث هذا البروسيس. يا سميرة، هاي في التلاكتام تاني في نفس المركب، بس شو يعني صار؟ بتوقع هي بتشتغل ولا عشان بلكي كتير؟ لا صار بلكي، صار بلكي يعني صار المركب كتير بلكي. هل بيقدر يروح يرتبط يعني؟ لا، فرصة ارتباطه أقل زي ما وقت صغير أصغر منك. فعشان يحلوا هاي المشكلة ويزيدوا الستابلتي ويخلوا الأمين لس نيكليوفيليك، شو عملوا؟ حطوا هاي الجروب اللي هي إيش هاي منسميها الجروب، يعني طلع نفس المركب بس راحوا حطوا النيتروجين ربطوها بسي دبل بوند أن. هاي الجروب شو منسميها كاملة؟ شو بنسمي هاي الجروب؟ يمكن إيمين اللي فوق. هي الإيمين هذيك لحالها، هاي اسمها الأميدين. طيب هاي الأميدين برأيكم كيف ممكن يكون أنا تخلص من هاي المشكلة هنا؟ يعني what was the role of this amidine to prevent the dimerization between two molecules of thinamycin؟ يا ياسمين دكتورة، الريزونانس اللي ممكن يصير. طيب في عندك أنت ريزونانس بقلل من النيكليوفيليسيتي، بس في عامل تاني كمان. هسه لو بدي أقارن الباسيسيتي between this amine and this amidine، which one is more basic، amidine or amine؟ ياسمين دكتور، الأمين أكيد. الأمين أكيد. طيب سميرة شو رأيك؟ بتقول بتأيدي ياسمين إنه الأمين more basic than amidine؟ دكتورة، لأنه primary. طيب أوكي. لأنه سميرة بقولوا إنه الأمين more basic. حمزة شو بتقول؟ لأنهم لوكالايزد إلكترونز بس. طيب حمزة، صح في لوكالايزد إلكترون بس في الريزونانس تجاه النيتروجين، يعني بزيد الإلكترونات عليها. يس، يعني أنت فعليا هون لو تيجي تحكي على هدول الإلكترونات لو تحركوا بهذا الاتجاه وإجت هون، فبصير في عندي نيجاتيف شارج على هاي النيتروجين، وبالتالي صار في عندي مور دنسيتي أوف إلكترونز. فيعني أنت بتحكي إنه الأميدين مور بيسك يا حمزة، صح؟ نعم. يس، هو فعلا مور بيسك. طيب برأيك يا حمزة هذا كيف خدمني؟ كيف خدمني زيادة الباسيسيتي هاي؟ كيف خدمتني؟ طيب انه خلت المركب هذا ما يعمل اتاك على another molecule فزاد الستابلتي في داخل السوليوشن، كيف ممكن يكون خدمني يا ياسمين؟ دكتورة هسه لما يعني بصير النيوكليوفايل بصير يعمل اتاك يعني على مين؟ على الووتر الموجودة عندنا، يعني رح يكسب هيدروجين، فبالتالي ببطل النيوكليوف يعني خلص قلت النيوكليوفيليسيتي له. يا هي فعليا انا ممكن افكر فيها بطريقة انه اذا انا بحكي على ريزونانس انا قللت النيوكليوفيليسيتي للنيتروجين تعمل اتاك، واذا بحكي على باسيسيتي انا زدت الباسيسيتي لمركبي. الاميدين يعتبر هايلي بيسك كومباوندز، رح يكون فرصه انه يصير له ايونايزيشن عاليه جدا، وبالتالي انا هون لما بصير في ايونايزيشن وبوزيتيف شارج انا كاني لغيت النيوكليوفيليسيتي للمركب، وبالتالي بسبب هذا البوزيتيف شارج بطل في مجال انه يعمل اتاك على ميوتي تانية. فبهاي الحاله انا زدت الاستابيليتي للاميبينيم بداخل السوليوشن. طب دكتورة ما ممكن إنه يعمل intramolecular interaction إنه يرتبط في الكاربوكسيليك أسد؟ هون اللي هي زي زوتر أيون بتكون. أيوة لما زدت الأيونيزيشن لإله. ماشي بس الفرصة قديش عدي؟ عندك 1 2 3 4 5 6 7 ممكن يلف صح؟ 8 بس انت اذا بدي لف باتجاه يعني الاكسجين الكربوكسيليك اسيد ذاتس فاين، بس بكون في عندك البروبابيليتي انه يتكون 8 ممبر درينك. هل هذا الاشي سهل بتتوقعي انه يتكون؟ لا البروبابيليتي مش عاليه، ففي مجال لكن مش عالي كتير، ولازم تكون هاي بوزيتيفلي شارج هاي نيجاتيفلي شارج، يعني بقدر اقول اني اتعامل مع المركب هون هدول الميوتيك زوتر ايون، بس لا ننسى انه هاي الامين بيسك كمان، وبالتالي في عندي هون في مجال بوزيتيف شارج، يعني ما بقدر اتعامل معه انه بس زوتر ايون، بقدر اقول انه امفوتريك ممكن يكون فيه بوزيتيف ونيجاتيف شارج. زياده الباسيسيتي هون ساعدتني بزياده الستابيليتي لهاي المركبات. هسه واحده من الاشياء اللي بيعاني منها هاي المركبات، طبعا هون ستيل هو نوت اورالي اكتيف، يعني ستيل بما انه انا عندي السترين العالي هو المركب نوت اورالي اكتيف.
واحدة من الأشياء اللي بيعاني منها هدول المركبات إنه في عندي إنزيم اسمه الديهايدروبيبتايديز. الديهايدروبيبتايديز عادة بيعمل inactivation لهدول المركبات through attacking البيتا لاكتام. وبالتالي إذا أنا بدي أعطي المريض هذا الدرج وبدي أضمن إنه يضل يعني مركبي active وما يصير له inactivation بسبب الرينال ديهايدروبيبتايديز، فبهاي الحالة بنعطى inhibitor لهذا الديهايدروبيبتايديز معه واللي هو السيليستين. هذا السيليستين بده ينعطى مع واحد من هدول الدرج الثينامايسين أو الإيميبينين. الهدف من هذا الدرج to inhibit dehydrobeptidase. Dehydrobeptidase enzyme موجود عنا إحنا already بالهيومان in vivo بعمل inactivation للكاربابينيمز، وبالتالي بدي أضطر أعطي اللي هو السيليستان معه عشان يحلوا المشكلة. طبعاً هم عملوا structural modification، بس هون بدي أفرجيك المعلومة اللي حكيناها لك إياها قبل شوي. مركب صار more basic protonation، وبالتالي أنا بزيد فرصة حدوث اللي هو stability أكتر للإيميبينيم. هذا اللي ناقشناه قبل شوي، هاي المرجع تبعه. فعلياً شو اللي عملوا؟ هاي CH3 اللي شايفينها حطيناها على هذا البوزيشن، هاي ما حطيناها من فراغ. وجدوا انه اضافة CH3 على هذا البوزيشن راح تزيد الستابيليتي towards الديهايدروبيبتايديز، يعني بتبطل صار عندي مركبي ريزيستنت. يعني بدل ما اضطر اعطي المريض للدرج واروح اعطيه معاه سيلستين واللي ممكن يعمل لي سايد افكت تاني له، لا انا بستخدم الدرج اللي بكون already resistant for dehydrobeptidase. الresistance for dehydrobeptidase coming from this CH3 فقط، يعني CH3 كانت اضافتها عشان ازيد انا اللي هو الستابيليتي towards dehydrobeptidase. طيب هدول المركبات لاحظ الفانكشناليزيشن هون كلياته تغير عندي. ستيل انا في عندي الامين، لكن هاي الامين عندي ممكن أعملها functionalization، أحطها جزء من أربطها بسايكل تانية. هون لاحظ عندي صارت secondary أمين، صار في عندي bulk group، وبالتالي عشان كمان فرصة الستابلتي تزيد لمركبي. هدول الأدوية برأيكم كان be taken orally or no؟ كل اللي شفناهم لحد هسا ما بنقدر ناخدهم orally بسبب الانستابلتي بالأسيدك ميديا. برأيكم هدول الدرجز الأربعة اللي قدامك لو بدي أجي أرقم لك إياهم 1, 2, 3, 4 برأيكم هدول الأدوية can be taken orally or no؟ ياسمين دكتورة بس رقم أربعة. رقم أربعة بقدر أخذه orally، شو السبب؟ ال extended broad drug اللي عليه، اللي هو عملنا برودرك. فبالتالي قلنا واحدة من الاستراتيجي بدول المركبات اني ازيد اللي هو فرصة انه يتاخد اورالي اني اعمل برودرك، زدت الليبوفيليسيتي، زدت فرصة الامتصاص له، بيصير له هايدروليسيز ليتر اون. ولاحظ هون البرودرك هو اكستندد برودرك، اذا بدي اجي اطلع عليه هو صحيح انا في عندي هون استر جروب، هاي رح تكون اكسسبل باي استريز ويل بي هايدروليز فيرستلي انزيم كاتالايز رياكشن. Then we have one carbon spacer between these two oxygen, so later on will be spontaneous hydrolysis ending up with a free carboxylic acid. فبالتالي هدول المركب هذا oral broad drug. دكتورة تفضل. أسف على المقاطعة، بس دكتورة بسمحي لي أطلع من المحاضرة لأنه عندي ظرف وبدي أروح. أوكي ما في مشكلة، تفضلي. تمام، شكرا دكتورة. طيب فهدول المركبات كلهم إذا بتلاحظ بقول لك single agent. ليش single agent؟ لأنه فعليا فيهم spectrum عالي بالactivity، good resistance للبيتا لاكتاميز، بالإضافة إلى resistance للديهايدروبيبتايديز. So no need to administer inhibitor for this enzyme. هو لحال المركب هذا صار resistant for hydrolysis. ولاحظ هم the broadest spectrum of activity، لأنه إحنا بناء على الصفات الموجودة فيهم الرياكتيفيتي العالية. هنا بس معلومة من ناحية الأورال أكتيفيتي. الأورال أكتيفيتي فعلياً وجدوا إنه هدول المركبات وحتى بمركبات اللي لها علاقة بالسيفالوسبورينز، هي صحيح في جزئية لها علاقة بالإنستابيليتي بالجاستريك فلويد، لكن وجدوا فعلياً إنه كمان لها دور باللي هو الترانسبورت. أحياناً ممكن يكون السبب إنه أكتيف ترانسبورت، هل ممكن يصير له active transport or no، وكمان قابلية البرمياشن. يعني كلها هاي العوامل تجتمع كلها وتؤدي لأنه مركبي بقدرش أخده orally.
وجزء كتير كبير منها له علاقة بالإنستابلتي. إحنا طبعاً بنركز على الإنستابلتي لأنه هذه ممكن إني أنا أشتقها بناء على الستركشر الموجود قدامي من ناحية الستابلتي لمركبي، هل هو ستابل بالأسيدك ميديا أور نو. باقي الأشياء هذه كلها بتكون بناء على التجربة، إني أشوف شو العامل الأكبر اللي بيأثر. فإحنا فعلياً رح نضلنا على اللي هو المركب أورالي أكتيف أور إن أكتيف بناء على الستابلتي، لأنه هذا بقدر أشتقها من الستركشر الموجود قدامي وأتوقعها. الفكرة الثانية كمان إنه حتى بالبيتا لاكتام بشكل عام والسيفالوسبورينز في ما يسمى بالإفلكس ترانسبورت سيستم، يعني حتى لو الدرج صار له امتصاص ممكن يكون صار له إفلكس بشكل كتير كبير، بيطلع الجسم بيطلعه لبرا. فبهاي الحالة زي كأنك قلت إنه المركب ما صار له امتصاص، فهاي كمان واحد من العوامل اللي وجدوها بالتجربة كمان إلها دور. ممكن هاي تفسر لي بعض الأدوية اللي حكينا عليها قبل شوي، إنه هذا الدواء بقدر أخده أورالي هو أكتيف، لكن هو بالمستحضرات الموجودة بالصيدلية ما كان موجود إلا على شكل إنجكشن. فبالتالي في عوامل كتير بتدخل بالموضوع من ضمنها الستابلتي وعوامل تانية. فإحنا بنحكم على المركب من خلال الستركشر اللي هي من ناحية الأسيد ستابلتي مقارنة الإنستابلتي. طيب نيجي على آخر مجموعة عندي من مجموعة البيتا لاكتام اللي هم المونوباكتام. المونوباكتام فقط موجود فيهم only بيتا لاكتام رينج، يعني هي الأساس اللي موجود بكل المركبات، لكن الفرق إنه هناك كنت دائما أربطها بجروبس أزيد السترين إلها، هنا بدي أعتمد على السترين فقط اللي كان موجود بالبيتا لاكتام، وبالتالي استل في عندي سترين موجود بالبيتا لاكتام، في عندي هايلي الكتروفيليك كاربون موجودة هنا، ممكن هذا الوضع يكون less than البنسلين والكاربابينمز والسيفالوسبورينز، لكن still الكومباوند with only one بيتا لاكتام ring also can be active as antibiotic. إذا بتلاحظ this is the first compound إجا من النيتشر، فلو بتلاحظ أنت في عنا هون أمينو أسيد، هذا هو natural side chain. هنا في عندي strong electron withdrawing group. هاي strong electron withdrawing group ممكن يكون لها رول إنها بتسحب الإلكترونات من النيتروجين، النيتروجين بسحب أكتر عشان أزيد الإلكتروفيليسيتي وأحسن فرصة الأتاك by transpeptidase واللي هو فعليا التارجت اللي أنا بدي أشتغل عليه. هدول مأخوذين من السويل بكتيريا. لاحظ الأكتيفيتي هسه لو بدي أقارنها بالبقية هي أقل، الكاربابينام حكينا عالية هون أقل بسبب إنه الرياكتيفيتي أقل، وبالمقابل الرياكتيفيتي أقل ريزيستنس للبيتا لاكتاميز بده يكون عندي أعلى بهاي الحالة. هاي واحد من الأدوية لو تيجي نطلع عليها، فهي عندي فقط اللي هي البيتا لاكتام رينج إلكترون وذدروينج جروب موجودة على النيتروجين. هنا نفس الفكرة اللي كانت موجودة بالسيفالوسبورينز والبنسلين، we have nitrogen acylation for this nitrogen with different R groups. فهاي ال R groups اللي منحطها وبالتالي different R groups بيؤدي إلى يعطيني different compounds موجودين عندي من المونوباكتام. هدول المركبات ال CH3 إذا حطيناها هون بتزيد الactivity على gram negative وعلى stability against beta lactamase، وبالتالي CH3 is important. OCH3 هون كمان بعطيني stability against beta lactamase، وبالتالي تتشابه مع الأشياء اللي مرت علينا قبل هيك. هدول المركبات لو نيجي نطلع عليه، هذا المركبات كمان بدي أخذهم as injection. وجود هاي الإلكترون with the drawing group رح تكون ionized، تسحب إلكترونات عندي، هذا المركب stability ما رح تكون عالي acid stability. بالمقابل الدرج الثاني هو فعليا اورالي اكتيف. هون الاورال اكتيفيتي ممكن انه هذه نعتبرها زي مبدا البرود درج، يعني ممكن هذه يصير لها هيدروليسيس وتصفي على او اتش، فبالتالي المركب ربطناه عن طريق او سلفونيك اسيد وبالتالي صار اورالي اكتيف. هذه بتعطينا بيتا لاكتاميز ريزيستنس سي اتش 3، هون صار في عندنا تنتين فبالتالي الريزيستنس اعلى، وهاي الجروب قبل هيك شفناها بالسيفالوسبورين بعطيني resistance against beta lactamase، وبالتالي هاي نفس الاشي بتعطيني هنا resistance against beta lactamase. هاي بالنسبة فقط اللي هم الكاربابينيمز والمونوباكتامز. في حدا عنده اي سؤال يا جماعة بخص مادة اللي هو البيتا لاكتام؟ هيك بنكون خلصنا البيتا لاكتام كلهم. في حدا عنده اي سؤال يا جماعة؟ طيب الكويز الثاني حسب التصويت رح يكون يوم الجمعة 2/4 على الساعة 6 المساء.
Our second quiz will be held this Friday, the 2nd of April at 6 o'clock p.m. Material for this quiz, penicillin. The introduction for penicillin. Penicillins without beta-lactamase inhibitors. So to the beginning of beta-lactamase. يعني معك المادة لبداية beta-lactamase inhibitors. مين بده يسأل؟ دكتورة تفضلي. بالنسبة لموعد الكويز نحن حكينا إنه بيكون الإنترنت يوم الجمعة كتير سيء. والله إحنا اعتمدنا التصويت.